السلام عليكم ومرحبا ببرنامجكم كوفي كورنر. اليوم ضيفنا من العيار الثقيل. آه ليش قلنا كذي؟ لان الدكتور آه احنا وايد احنا نبي نسولف عن مواضيع تهم الكل. فقبل لا نسولف نبي نخلي الدكتور هو اللي يشرح لنا كل مواضيع نرحب معنا بالدكتور آه خليل الشويكر اللي هو استشاري باطنيه و وزن وسمنه. دكتور حياك الله ببرنامجنا ومشكور على صراحه قبول الدعوه. آه شكرا لك كابتن بدر بالعكس انا يشرفني وجودي معاكم واتمنى ان يعني هاللقاء هذا يكون فيه فائده للمشاهدين ونقدر ان شاء الله نثريهم بمعلومات تفيد الكل. ممتاز، اول شيء دكتور انا بك اي وونتش تو سن اب شوية تريح احسك شوية تنس بداية دكتور احنا نبي ناخذ المواضيع هذه ستيب باي ستيب، شلون؟ دكتور طبعا احنا معضلتنا الكبيره بالكويت اللي هي السمنه. زياده الوزن عند الكبير سبحان الله قبل الصغير. فاحنا نبي اول شيء نتكلم عن اذا انت انا طبعا الناس تقول لي هذا السمنه مرض وناس تقول لا السمنه هذا اختياري من من الشخص نفسه يعني فحضرتك طبعا طبعا بالفتره الاخيره معظم اذا مو كل المؤسسات العلميه والطبيه صنفت السمنه على انها مرض مرض اي نعم وتعتبر السمنه وتعريف السمنه هي زياده الكتله الدهنيه بالجسم بشكل يسبب ضرر لجسم الانسان حلو لا ما يخفى عن الجميع كم نسبة السمنة شلون عالية بالكويت طبعا نسبة زيادة الوزن بالكويت 72 بالمئة. من, من الشعب من الكويتي. الشعب كله خلينا نقول الشعب الكويتي ولا العامة الديرة يعني؟ لا الكويت اوكي الاحصائية بالكويت حلو ونسبة السمنة من زيادة الوزن هاي تقريبا 43 بالمئة فاحنا نتحج عن مشكله يعني ضخمه جدا ومرض منتشر بشكل كبير بالكويت واللي تعتبر الكويت حالياً كانت المركز الثاني سابقاً بعد الولايات المتحدة الأمريكية هذا اللي سمعته عاليا... حالياً الكويت هي المركز الأول لا شوي في المركز الأول سبحان الله عالمياً يعني ب... بنسبة السنة طبعاً هذا شيء شي مؤسف يعني ولكن نأمل يعني من خلال تثقيف المجتمع ومن خلال يعني تطوير العلوم وتطوير الثقافة ان هالمشكله هذه تصير تقل عندنا في الكويت وان شاء الله نلقى لها حلول. طبعا السمنه لها مضاعفات عديده، السمنه بحد ذاتها هي تعتبر مرض ولكن هي ايضا متصله بالعديد من الامراض الاخرى يعني مثل مرض السكري، مرض الضغط، مرض الكوليسترول، المشاكل اللي ممكن تصيب المفاصل، العديد من السرطانات، امراض القلب والشرايين، عند النساء مشاكل الدوره الشهريه ومشاكل تكيسات المبايض وصعوبه بالانجاب بالضبط وايضا م. اختناقات النوم واللي يعتبر مرض خطير يعني في ناس توصل معاهم انه ينامون وهم لابسين جهاز تنفس صناعي خارجي أي. فاحنا ما نتكلم عن موضوع يعني بسيط لا هو موضوع ضخم جدا ويحتاج يعني مو دكتور او مدرب او اخصائي تغذيه فقط لعلاجه يحتاج مؤسسات كبيره ان تحاول تعالج هالمشكله اللي منتشره بالمجتمع يعني دكتور كلامك متم خلينا نقول تبي انت توعيه اكبر من اللي حل... انه تقول انا روح حق مدرب ولا روح حق اخصائي تغذيه او روح حق وات ايفر عشان انك انت توصل لمرحله انك انت توعي الشعب هذا كله طبعا طبعا المفروض المفروض على مستوى على مستوى الدوله على مستوى الاعلام على مستوى التعليم على مستوى الصحه المفروض كل هالأش... كل الجهات تاخذ خطوه وايد كبيره باتجاه علاج مرضيشن. دكتور كلامك متمه هل الحين احنا عندنا الجانب هذا ان احنا بلشنا نسوي توعيه حق مثلا الشعب ان انت ترى هذا شيء خطير شيء يعني يعني مثل ما تفضلت قلت انت هذا مرض يعتبر ف... <applause> هل احنا في عندنا يعني حمله توعيه عندنا السوالف أه هذه أه سيمينارات حق السالفه هذه طبعا طبعا في في رابطه السمنه بالكويت دورها وايد كبير وقاعد تاخذ اجراءات بكذا اتجاه ونامل يعني ان هالاشياء هذه يكون لها يكون لها تاثير على المدى الطويل يعني طيب دكتور انا الحين خلينا نقول انا انسان أه انتم تقيسون ال 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 الوزن على طول صح اي طبعا احنا شلون شلون نقدر نقيس السمنه او نقيس نصنف الشخص ان الشخص هذا وزنه طبيعي او عنده زياده بالوزن او عنده نقص بالوزن او عنده سمنه والسمنه فيها درجات درجه اولى وثانيه أو وثالثه أو هاي الشيء طبعا مثل ما تفضلت هي حسبه بسيطه نسميها معدل كتله الجسم حلو بدي ماس اندكس فطريقه حساب حساب بسيطه يكون نقسم الوزن بالكيلوغرام على الطول تربيع بالمتر ممتاز يعني اذا واحد وزنه مثلا 85 نقسم ال 85 على طوله خلينا نقول 175 فيصير 1.75 تربيع ف... ونقسم عليه الوزن يطلع عندنا رقم الرقم هذا اذا كان مثلا اقل من 18 يعتبر عنده وزنه اقل من الطبيعي يصير عنده نقص في الوزن اذا بين 18 الى 25 وزنه طبيعي يعتبر مثالي بين الـ 25 و 30 يعتبر عنده زياده بالوزن فوق ال 30 او من 30 الى 35 الدرجه الاولى من السمنه من 35 الى 40 درجه الثانيه من السمنه وفوق ال 40 فأنت حسبتكم دكتور عفوا في أنا على على الكتله الـ الكتله الـ كتله الجسم, آه الجسم. آه الجسم. آه كتله الجسم كتله الجسم كامل حلو فعلى هالمنوال انت تعرف آه هذا ايش كثر المفروض ينقص من وزنه طبعا آه. طبعا هذا هذا ال المفروض آه... طبعا احنا ال عندنا الوزن المثالي نقدر نحسبه بنفس الحسبه تقريبا ونحسب الوزن ال 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 وزن الشخص نفسه اذا كان وزنه مثالي او او مثلا عنده زياده آه وبناء على طبعا طبعا هالشيء ما ينطبق على الكل طبعا الناس اللي يلعبون رياضه وعندهم كتله عضليه كبيره ممتاز ما تنطبق عليهم هذه في لهم ط طرق اخرى للقياس ولكن هاي تعتبر وايد يعني معقده وتعتبر تحتاج حسابات خاصه. اه فيعني خلينا نقول لاعب الرياضه هذا حسبته غير. فزين آه سؤالي الثاني اللي يقول هو هل يصير يعني مثلا خلينا نقول لاعب الرياضة اللي خلينا نقول اللي خلينا نقول لعبه كمال اجسام يعني في ناس قاعد يزيد وزنهم بطريقه يعني ما شاء الله مهوله فهل هذا هم يدرج تحت السمنه ولا يعني انه يصير في مثلا مور فات بجسمه. لا مثل مثل ما قلت لك بالبدايه لو نرجع حق تعريف السمنه، تعريف السمنه هو تراكم الكتله الدهنيه في الجسم بشكل يسبب ضرر لجسم الانسان. في اللي يلعبون كمال الاجسام لا هي اللي قاعد تزيد عندهم الكتلة العضلية لا اتكلم انا دكتور عفوا إن انا ما فهمتني قاعد اتكلم عن ساعات لما يكون هو مثلا عند الاوف تايم اللي هو ما يلعب في الرياضة لان في الحديد عنده مثلا الاوف تايم انه خلاص يهد نفسه يريح انه ما يلعب عشان يعني يطلع شكلية العضلة هل هذا الشيء بالنسبة له لانه هو اتس ابس داونز يعني دكتور فيعني اذا انا مثلا يزيد عند الماي يزيد عند الدهن فهل هذا راح ياثر عليه يعني ياثر على صحته هذا الحكي طبعا اذا 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 في الفتره هذه اللي وقف فيها زادت الكتله الدهنيه بشكل كبير مو الكتله الماي الكتله الدهنيه, الدهنية زادت اينا. بشكل كبير هالشيء هذا ممكن ياثر على صحته يعني ممكن اساسا يحوشه تحوشه امراض اللي هي متعلقه بالسمنه يعني نفس السكري والضغط والكوليسترول يعني ممكن زين ممكن يحوشها مثل خلينا نقول عفوا دكتور اللي هو اللي هو اللي يسمونها الجلطه مثل الشرايين بسبه الدهون طبعا المعينة طبعًا. طبعا مرض مرض تصلب الشرايين اللي هو يصير انسداد الشرايين خصوصا اللي تغذي القلب والمخ والاعضاء بشكل عام يصير بس يعني يصير بسبب عوامل خطوره من اهم عوامل الخطوره امراض معينه بالاضافه الى السمنه يعني السمنه الضغط السكري الكوليسترول وبعض بعضها مثل البيهيفير نفس التدخين الاشياء هذه كلها تزيد خطوره او احتمال ان الشخص يصاب بمرض تصلب الشرايين او زياده ال... اللي بالنسبه اللي ممكن زيادة. اللي ممكن بالنهايه تصير تصير جلطات ممتاز والله دكتور ال ال الكلام معك صراحه جميل الواحد قاعد يستفيد استفاده كبيره ان شاء الله المشاهدين يستفيدون من الكلام ومره ثانيه احنا نرحب فيك برنامجنا وان شاء الله لقاء ثاني نشوفكم ان شاء الله بحلقه الجايه مع برنامجكم الكافي كورنر